الأخصائي النفسي ليس طبيباً ولا يمكنه وصف الأدوية، ويمكن للأخصائي النفسي التحدث معك عن مشاكلك، عن وضع الصحة النفسية لديك. أما الطبيب النفسي فهو طبيب يمكنه أن يوصف بعض الأدوية النفسية والمؤثرات والاختبارات السريرية. يمكن للطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي العمل معاً. إذا كنت تعيش في حالة توقع، حالة تعب، لديك صعوبة في النوم أو في تناول الطعام، غالباً ما تشعر بالحزن والتعب حتى بدون سبب، تشعر دائماً بأن لديك العديد من الأفكار في رأسك، هنا يمكنك الاتصال بمركز الصحة النفسية والعقلية GSM في منطقتك، أي المنطقة التي تسكن بها. لتحديد الموعد يمكنك الاتصال أو الذهاب مباشرة إلى مركز GSM. يمكنك الذهاب أيضا بحالة من طبيبك العام أو من خلال التواصل المباشر معهم. هناك سوف تقابل ممرضة تسألك عن وضعك، ثم تحجز لك زيارة مع طبيب نفسي أو أخصائي نفسي. نضمن لك السرية والخصوصية، يتم إبلاغ أفراد عائلتك بعلاجك فقط إذا أعطيت أنت موافقتك، أي فقط إذا كنت ترغب في إبلاغهم عن وضعك، إلا فإن حالتك ووضعك يظل شيئا خاصا بك. إذا كنت تعتقد بأنك مدمن على الكحول أو المخدرات أو القمار، فاتصل بخدمات الإدمان المرضي CIRDP. في منطقتك يمكنك الحصول على العلاج وإعادة التأهيل ضمن برنامج مركز CIRDP. يمكنك الحصول والحصول على هذه الخدمة إذا كنت قانونياً في المنطقة، الوصول مجاني، لا تحتاج أيضاً إلى طلب من الطبيب العام. إذا كان مركز GSM مغلقاً في الليل وفي أيام العطلات الرسمية والأيام العطل الأسبوعية، يمكنك الذهاب إلى مركز الطوارئ حيث يمكنك مقابل طبيب نفسي، أو الاتصال بالمناوبة الليلية، أي الاتصال على رقم 118.